مشاهدين اهلا ومرحبا بيكم وحلقه جديده من برنامج النيل اليوم. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن موضوع مهم جدا يخص ويشغل بال الطلاب والطالبات وايضا اولياء الامور، وهو مستقبل التعليم بعد جائحه فيروس كورونا. لكن قبل ما ادخل في تفاصيل خلوني في البدايه ارحب بزمايلي في الاستوديو. اهلا بيك يا علي. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا محمود. اهلا بيك يا اظن في الفتره اللي فاتت كان في جدل كبير جدا حول مشكله تعليم الطلاب وإزاي الطلاب هتكمل تعليمهم في مسيرتهم الدراسية المختلفة، وكمان بعد إصابة العديد من حالات فيروس كورونا هزت مصر، وكمان هنناقش مشكلة ضعف التعليم وأسباب فشل الطلاب وهل الأسرة دور في ذلك، وكمان هنناقش تطورات نظام التعليم في العام الدراسي الجديد. لكن في البداية خلونا نروح لتقرير ونرجع ليكم تاني. التعليم في الصغر كان نقشي على الحجر، مقولة ورثها لنا آباؤنا وأجدادنا منذ أن وعينا على الدنيا. وفي الوقت الحالي وفي ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، نرى تجاهلاً وعدم اهتمام بمدى أهمية التعليم. ولكن تقوم الجامعات والمدارس والمؤسسات المصرية المعنية بالتعليم ببذل قصارى جهدها في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من أجل سلامة الطلاب. هل سنرى تطورات في نظام التعليم مثل التعليم الإلكتروني وعن بعد؟ وهل سيتم بالفعل تطبيق التعليم المدمج خلال الفترة القادمة من العام الدراسي الجديد؟ وهل ستجدي طريقة وزارة الصحة في احتواء الموقف في ظل ظروف الكورونا ورفض الأهالي وتفاعل كل من الطلاب والمعلمين مع المنظومة التعليمية الحديثة؟ كل هذا وأكثر في حلقتنا اليوم. اتفضل علي. ورجعنا لكم من جديد اعزائي المشاهدين. لكل شيء اساس، لكل شيء عمود فقري، والاسره هي العمود الفقري في نجاح الطالب في العمليه التعليميه او فشله. لذلك الاسره هي اول ما يصطدم به الطالب منذ نشأته. يعني الطالب الأسرة بتعتبر أكثر العوامل المؤثرة في شخصية الطالب ونجاحه في العملية التعليمية، من حيث يعني تهيئ الجو المناسب ليه، أو يعني بمعنى صح المشكلات الأسرية اللي بيواجهها الطالب ديتي بتأثر على مستواه التعليمي والأكاديمي. بالظبط كده، والأسرة هي الأساس وهي الركيزة في حياة الطالب، وكمان مش بس كده، هي كمان بتغرس الأخلاق والقيم الأخلاقية والقيم التربوية، وعشان كده سميت وزارة التربية والتعليم. فالتربية قبل التعليم يا محمود. والأسرة طبعا زي ما قال علي ومحمد هي الركيزة الأساسية وهي العمود الفقري للعملية التعليمية والتربوية، والأسرة دور كبير في نجاح أو فشل الطالب. فنجاح الطالب قد يكون منقسم إلى حاجتين، نجاح فطري ونجاح مكتسب. النجاح الفطري أن يولد الطالب ذكي بالفطرة، أما النجاح المكتسب أن يحدث تغيير جذري في حياة الطالب يؤدي إلى تفوقه. ومن أسباب نجاح الطالب متابعة مستواه الدراسي. بالظبط كده يا محمود، الأسرة ليها دور إن هي تتابع مع الطالب سواء في البيت أو سواء في دروسه أو في المدرسة، وبرضه تشاركه مشاكل بتاعتهم ويساهم في دعمهم نفسياً. تنشئ مكتبة مثلا للطالب يقدر يرجع لها في أي وقت، يشكل الوعي الثقافي والتربوي لدى الطالب. بالظبط، ولازم توفر له المناخ والهيئة اللي هو يناسب فيها ان هو يكون يستعد للمذاكرة، يحضر دروسه بشكل جيد. لازم توفر له البيئة والمناخ الجيد بعيدا عن الضغوطات وبعيدا عن المشاكل العصبية والأسرية، وتساعده برضه في ترتيب الوقت وتنظيمه، يساهم في ان العملية تكون ماشية في منظومة متكاملة. بالظبط كده، وبرضه الرفقاء السوء لازم أن يكون الوالد والد الطالب او الاسره تكون عندها علم بالرفقاء، لان الرفقاء زي ما بيقولوا الصاحب بيجر صاحبه. بالظبط كده يا محمود، سواء بالنجاح او بالفشل. لذلك لازم أن يكون في متابعه سواء في المدرسه او في البيت للطالب وتحصيله. وبالاضافه الى رفقاء السوء اللي هي بتؤدي الى فشل الطالب، في عديد من الأسباب الأخرى تؤدي إلى فشل الطالب، منها عدم الاستقرار الأسري. مؤدي يعني أحيانا بيبقوا طلبة ناجحين في حياتهم العملية والعلمية والتربوية، وبسبب عدم الاستقرار الأسري
بيفشلوا بسبب النقطة دي. وساعات برضو الآباء بيخرجوا أبنائهم من التعليم علشان يعني إن هم يعني يعملوا معهم بسبب المشاكل المادية أو إلى خلافه. أو ضعف في دخل الأسرة، ودي طبعا مشكلة بقينا نشوفها يا محمود الفترة الأخيرة في مش بس مش في مصر بس، كمان في العالم كله، إن الطلاب خلاص ما بقوش مهتمين بالتعليم بتاعهم، أو الأسرة كمان بتحرضهم على العمل أو عن إن هم ينقطعوا عن الدراسة. بالظبط كده، بالظبط كده يا معوض. لما نيجي نتكلم في أسباب فشل الطالب لازم نقسمها تقسيمات، في أسباب بترجع للطالب نفسه، وأسباب بترجع للأسرة، وأسباب للمدرسة والمدرسة والمدرسين ومنظومة التعليم. بالنسبة للأسباب اللي بترجع للطالب نفسه، زي يعني ضعف التحصيل الدراسي، ان الطالب بيجيب مجموع قليل فبيكون في مخيلته ان هو خلاص مش هينفع، فبيلجأ لمجالات اخرى زي الادمان، ممكن يلجأ للفشل الادمان او يلجأ للعمل في حالة ضعف الاسرة ماديا. فالطالب برضو بيقول لك لا، انا بدل ما اتعلم والاسرة تصرف عليا، لا انا اجيب فلوس ادخلها ليه بالظبط كمان. ومش بالأسرة. بس كده علي، كمان الحته اللي مرتبطه بالطالب او الطالب نفسه، كمان ممكن ثقته في نفسه تكون مهتزه، ان هو يكون خايف ياخد خطوه جديده فيفشل فيها. ففكره الخوف من الفشل دي فكره برضو مهمه جدا لازم نحط بالظبط. ضوء عليها. وممكن يكون برضو الطالب عنده قلة ذكاء فطرية، يعني الطالب مش بيستوعب بسرعة. بالظبط زي ما قال كده محمود عنها بالظبط. برضو. وممكن يكون ما عندهش قابلية للتعليم، فمش بيبقى قابل أي مواد تعليمية أو أي مادة دراسية سواء يتعلم يعني. للطلاب أو الطالبات برضو. كمان في فكرة إن البنات آخرهم المطبخ، الحتة دي كانت منتشرة جدا وعملت أزمة كبيرة جدا في السوشيال ميديا وفي التعليم عامة. دي في دور الأسرة، يعني عندك البيت الأم بتقول لبنتها أنت آخرك المطبخ، فالتعليم بالنسبة لك مش هتفيدينا احنا، هتفيد جوزك، فدي بالظبط. فأنت في تعتبر الآخر عقبة. مكانك البيت في البيت الآخر، فالتعليم مش هيكون مهم بالنسبة لك أوي. والتشتت الأسري برضو، يعني في حالة انفصال الوالدين فالطالب بيتشتت فكريا، فمش بيساعده في العملية التعليمية. زاد برضو إن في حالة توفي أحد الوالدين، بالنسبة للطالب بيقول لك لا أنا كده بيت رب أسرة، لازم اطلع اشتغل بقى. لازم اشتغل واصرف على اخواتي. او بالنسبه للبنت اللي هي تقول لك لا انا اقعد وارعى اخواتي في البيت، مكان مثلا مكان امي لما بالظبط. توفي. وده اللي سائد يا محمود في الفترة الأخيرة في البنات في مصر. ومن أسباب فشل الطالب برضو إدمان الإنترنت، علشان بعض الطلاب مثلا بيقعدوا على الإنترنت لفترات طويلة مدمنين الانترنت او السوشيال ميديا. بالظبط كده. بالظبط وفي كده. وفي برضه عدم القدره على المثابره لدى الطلاب، ممكن ان هم مش قادرين يكملوا العمليه العلميه والتربويه بسبب ان هم مش عندهم الامكانيات الامكانيات المتاحه. لكده. بس تعتبر يا معوض المدرسه او المدرسين العامل المعلم المؤثر قوي في فشل الطالب، يعني التعذيب او اسلوب الترهيب والتسويف الترهيب والتخويف. والتسويف اللي بيعملوه المدرسين بيخلي الطالب يقوم فكرة وحشة عن التعليم والمدرسة. يعني انا على سبيل المثال، كان ليا صاحب في المدرسة كان في مدرس بيعاقبنا بالضرب ما عملناش الواجب. بالظبط. فانت بتيجي تاني يوم تيجي تاني خايف، يوم يقول لك معظم ثلاث ارباع الفصل ما كانش بيحضر بسبب مشكلة نفس الترهيب والتسويف، وان هو الترهيب مخوفه انه والتسويف. يجي المدرسة تاني يوم. فدي حاجة منتشرة جدا. في ناس منها انقطعت عن المدرسة تماما. فدويتي تعتبر عامل مهم، لازم وزارة التربية والتعليم برضو تتخذ إجراء حذري جدا، لأن الطالب تعتبر مشكلة خطيرة بيواجهها. بالظبط. وكمان يا علي، مش دور المعلم فقط ان هو بيلقن او ان هو بيدرس للطالب، فبالعكس ما انت كمان عندك ابن طالب، فالمعلم لازم يكون اب في المدرسه، زي ما في اب للاسره لازم يكون في اب كمان في المدرسه، وهو ده دور المعلم، مش فقط ان هو بيدرس او بيلقن حاجه علميه او عمليه بالنسبه له بياخد عليها اجر، لا انت كمان بتتحاسب عند ربنا. صح بالظبط كده. وتعتبر برضو الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدرسه لازم يراعوا الطفل، يعني في اطفال بتواجه مشاكل اجتماعيه، لازم يكون في متابعة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدرسة بحالة الطالب، إن الطالب بيواجه مشاكل مش بيقولها لحد،
بيواجه مشاكل في الأسرة نفسها، فبيحتاج حد يسمع منه ويراعيه. بالظبط، يعني المفروض برضو يعني يكون في أخصائيين نفسيين في المدرسة ومتابعين كمان لازم يتابعوا مع الطالب، وكمان دور الأسرة برضو لازم يكون بيقع عليه في الآخر والنهائي الجانب وإضافة الأهم معوض برضو. بس في حتة المدرس، بالنسبة للتفرقة اللي بيعملها المدرس بين الفروق الطلاب، الفردية بين الطلاب التفرقة اللي بيعملها سواء على الأساس التحصيل الدراسي، طالب مستوى شاطر أعلى وطالب بيهمش الطالب اللي هو مستواه أقل، فمش بيخليه يشارك في العمليات التعليمية، يقول لا المدرس يقول لك الطالب جاوب يا فلان جاوب يا فلان، لا ده يقعد قدام، لا فبيعمل نوع فنخلي من في التفرقة. تفرقة، نوع من التفرقة يا محمود في الموضوع ده. وعلشان نحل المشكلة دي لازم ممكن المدرسين مثلا تكافئ الطلاب المتميزين وتحاول تشجع الطلاب اللي مش متميزين، ده بالنسبة للمدرسين تبقى حاجة قليلة جدا، لكن بالنسبة للطالب تبقى يعني كبيرة جدا في كبيرة جدا، قيمة بتأثر في نفسيته حتى يعني. كمان. والأسرة برضو لازم يكون فيها برضو الدافع المعنوي والجانب المعنوي عشان إن الطالب يكمل ويستمر في الدراسة وتكميل مسيرته التعليمية لحد إنهاء الكلية أو المرحلة الدراسية اللي هيختم بيها. بالظبط كده، لازم الأسرة تبقى عاملة نظام جدول متابعة للطالب من حيث تنظيم وقته، تنظيم دروسه، مذاكرته، تنظيمها، يعني تبقى محددة له وقت معين للمذاكرة، وقت معين للأنشطة الترفيهية، أنشطة للمدرسة، يعني تبقى في تنظيم بفقرات الحياة، يعني مش حياته كلها مثلا لعب، مش حياته كلها مذاكرة. تعليم، لأن برضه هيمل لو الحياة كلها تعليم بالظبط، لو هيمل. الحياة كلها لعبة هيمل، والحياة كلها تعليم هيمل. فلازم نوازن بين الحاجتين، وده أعتقد الحاجات اللي ممكن أو التطورات اللي ممكن نشوفها في نظام التعليم في العام الدراسي الجديد إن شاء الله، وهو التعليم الإلكتروني يا علي. التعليم الإلكتروني دوتي ده تعليم باستخدام وسائل الاتصال الحديثة من شبكات تواصل ووسائط متعددة صوت وصورة، وليه مميزات، ليه مميزات تطور مفيدة اعتقد جدا. على السلبيات بالنسبة للتميزات. التميز اللي هو بيوفر وقت وقت وجهد. وجهد سواء للمدرس او للطالب، وقت وجهد، يعني الوقت اللي كان بيستغرق الطالب من البيت للمدرسة والجهد اللي كان بيعمله كذلك المدرس، وبرضه سرعة التواصل، بدل ما انا كنت بتواصل مع المدرس في المدرسة بس، لا ممكن اتواصل معاه عن طريق الانترنت، ان انا لو في حاجه واقفه قدامي اكلمه اقول له في مثلا الحته الفلانيه واقفه معايا فيجاوبني عليها. بالظبط يا محمود، بس برضه ممكن يسبب مشاكل بعض الطلاب اخرين بسبب الناحيه مثلا الماديه. مثلا هو كلنا حاليا معانا تليفونات يعني الحمد لله متطوره وفيها بالظبط، تكنولوجيا عاليه، لكن برضه يكون في ضعف مثلا في الشبكات، شبكه الانترنت هتكون ضعيفه شويه، مش وده اللي بتعمل البنية عليه التحتية، وزاره الاتصالات شغاله على الموضوع ده بشكل جيد جدا. البنية التحتية، بالظبط، البنيه التحتيه، وكمان ممكن يكون في فروق فرديه برضه ممكن نشوفها في التعليم الالكتروني. لا ده شخص التعليم ممكن يكون الإلكتروني. بيعرف يستخدم التكنولوجيا، الشخص التاني مثلا مش حابب التكنولوجيا حتى لو كان شاطر في الكليه او المدرسه برضه. لا ده التعليم الإلكتروني بيلغي حتة الفروق الفردية اللي كان بيعملها المدرسين، كان بيلغي الفروق الفردية عموما يعني. وقد يكون مفيد برضه في بعض المواد النظرية، متفق معايا؟ بالظبط، كمان المواد النظرية مش هتحتاج ان انت تروح الكلية كتير، او كل شغلك ممكن تتلقاه من على التليفون مع الدكتور معاك زي ما اونلاين قلت انت مثلا. برضه ان ال لما نيجي نتكلم على التعليم الإلكتروني لازم نتكلم على التعليم المتزامن والتعليم غير المتزامن. التعليم المتزامن اللي هو بيكون فيه المدرس والطالب في نفس التوقيت، بالظبط. يعني الطالب بياخد تغذية راجعة من المدرس، يعني هو بيشرح، انت لو ما فهمتش حاجة بيشرحها لك تاني وبيعيدها تاني، بتاخد تغذية تقدر راجعة. تعيد التواصل معاه. والتعليم غير المتزامن اللي هو ممكن عن مش في نفس التوقيت، يعني انت بتحصل على المعلومات دي في وقت تاني، يعني عن طريق بنشبهه كده بدري. بالظبط كده التعليم عن بعد، وان هو بتقدر تستهلك او تاخد المعلومه في وقت بقى في انت اي زي ما وقت تكون انت فاضي. عايزه. فطبعا دي يا محمود ممكن تسبب مشكله طبعا كبيره، لان خلاص انا عندي المعلومه سلاح ذو عندي حدين، ممكن صحيح. نرجع لها في اي وقت تاني. وزي ما قلت برضو انت ان
عندي المعلومه وعندي عندي الوسيطه او ممكن اقدر اطلع عليها في اي وقت تاني، فدي بالنسبه لي او ممكن تسبب كسل كبير جدا للطلاب. وطبعا الكسل غير مفيد جدا ومضر جدا للطلاب، وكمان هيخليه خلاص فانسان كسول في حياته وفي عمله وفي كل حاجه. بالظبط كده، وزي ما في تعليم الكتروني في تعليم عن بعد، وهو التعليم اللي عن بعد انه يكون في مجموعه من الكتب البي دي اف او مجموعه من الوسائط سواء صوت او فيديو او فيديو. التعليم اللي عن بعد بيكون ليه مميزات، وبرضه ان هو بيوفر الوقت والجهد، وان هو ممكن تعليم بالظبط كده. التعليم عن بعد سلاح ذو حدين، يعني الطالب ممكن يستخدمه يفيده، في نفس الوقت ممكن يستخدمه ممكن يضره. ايوه بالظبط كده، يفشله. معنى يعني منظومة التعليم قاعدين الفترة الأخيرة شفنا تطبيق التعليم الإلكتروني في الثانوية العامة. ايوه في طلاب حصلت على التابلت، نظام التابلت، وفي طلاب لم يحصلوا على التابلت، حصل في النظام. وغير كده المدرسين نفسهم ما كانش عندهم الإمكانية إن هم يعلموا الطلاب، فكده لازم وزارة التربية والتعليم تعمل برنامج مكثف لتعليم المدرسين أولا، والمدرسين يعلموا الطلاب، فهي مرحلة ومنظومة هي متكاملة. بالظبط كده، نظام حلقة متكاملة كله بيتعمل. ازاي يعني مدرس مش عارف يتعامل مع التابلت او التعليم الالكتروني، انا كطالب هتعلم ازاي التعليم الالكتروني؟ حتى يا علي لو قلت لي برضو انا عندي الامكانيه وعندي التكنولوجيا اللي ممكن تخليني اقدر استخدم التابلت بكل سهوله، ولكن برضو ده نظام جديد، يعني ده مش تليفون عليه كل الحاجات، ده بالعكس ده تابلت عليه حاجات معينه وزاره التربيه والتعليم هي اللي محددها لك تدخل عليها، فواجب على المعلم ان هو يلقنك الحاجات دي كويس ويعرفك ازاي تستخدمها وتستخدمها ازاي في الوقت المناسب وتقدر تستفيد بيها كمان. بالظبط، وفي التعليم عن بعد تعتبر سلاح ذو حدين، يعني انت بتقول المعلومات ممكن تاخدها في وقت، ممكن تاخدها في اي وقت، وفي نفس الوقت ما تذاكرهاش تقول لا هاجلها لوقت تاني، هي معايا بقى فانا فخلاص مش هذاكرها دلوقتي هسيبها لوقت تاني. بالظبط كده، ولما نيجي نتكلم في التعليم عن بعد لازم نذكر ذوي الاحتياجات الخاصه ان هو بيفيدهم جدا كتير جدا كتير جدا، لان بيواجهوا مشكلات سواء في التنقل او على حسب بقى الاعاقه اللي موجوده عنده، فبيكون بالنسبه لهم ايه حاجه مفيده جدا سهله جدا وهيستخدموها وعندهم معرفه عنها من وقت سابق او لاحق. كمان خلينا ننتقل لجزئيه تانية وهي التعليم المدمج، طبعا دي حاجه جديده بنشوفها في مصر، طبعا ان شاء الله تكون كويسه ونقدر نتطور بيها في التعليم ونطلع نكون مركز باذن الله. التعليم المدمج دوتي يعني من احسن انظمه التعليم، لانه بيجمع بين التعليم الالكتروني والتعليم التقليدي. تمام، اللي هو تقدر تتعلم ازاي، يعني تقدر تتعلم الكترونيا في المدرسه وتاخد المحاضرات، لذلك بينمي القدره عند الطالب ان هو يتعلم الكتروني، وفي نفس الوقت في طلاب مش بتفهم او مش بتتعامل مع التابلت او المحمول بشكل بطيء او بشكل قديم شويه، فما عندهاش القدره او الاستطاعه او المواكبه ان هي تواكب العصر. المحمول او التابلت بنظام ما فيش تفاعل، ممكن كمان برضو خلينا بيلغي حته العمل الاساسي والجانب الاهم طبعا، وهو البنيه التحتيه، هنعيد ونزيد فيها كتير لان هي دي اهم حاجه، لان دي اللي هتخليك تقدر تتواصل مع الدكتور بشكل جيد، تقدر تستمع منه المعلومه من غير تشويش من غير لخبطه، ودي اللي بتعمل عليه دلوقتي البروتوكول اللي هو بين وزاره التعليم ووزاره الاتصالات، توفير بنيه تحتيه. بس ده مش يعني من يوم وليله، مش طبعا يوم وليله. انا مثلا عايز بنيه تحتيه الكترونيه في المدارس السنه دي، يبقى مش هتبقى السنه دي في نفس التوقيت، لازم بتاخد البنيه التحتيه تاخد وقت عقبال ما يتم تطبيقها وتفاعل الطلاب معاها وتدريب المعلمين وتدريب الطلبه ان هم يستخدموه. بالظبط كده، وكمان ليها محمود جانب ذو حدين، فهي التعليم المدمج ده هيكون عباره لطلاب كويس، ومن ناحيه اخرى هيكون يعني مش عايزين نقول سيء، لكن مش هيقدروا يستفيدوا بالمعلومه قوي لان هم مش متعودين على نظام التعليم طبعا المدمج. اي نظام بيتم تطبيقه لاول مره بيكون غريب بعض الشيء في الاول، بس وبعد كده الدنيا بتمشي يعني. تمام، فهو سلاح ذو حدين زي ما قلنا، ممكن يفيد طلاب وممكن مع البعض الاخر لا يفيدهم، زي التعليم مثلا في شخص بيعرف يستخدم التكنولوجيا وجيد في اشخاص ممكن مش يلحقوا مثلا ان هم يروحوا الكليه او المدرسه، ف
فان هم يعني يبدلوا ده مكان الكليه تماما. او ده المدرسه. الوقت سرقنا جدا يا محمود، وفي النهايه يعني في النهايه حابب اوجه نصيحه للطلبه اللي هم بيلجأوا للتسرب على التعليم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق ودي الله كانت العظيم. نهايه حلقتنا، اتمنى ان هي تكون نالت اعجابكم، والى لقاء اخر من برنامج النيل اليوم. السلام عليكم. والسلام عليكم ورحمه ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، النهارده حلقه جديده من برنامجكم النيل اليوم، معاكم مياده سعيد. النهارده هنتكلم عن الموضه، بس قبل ما ابدا في اي حاجه احب ارحب بزملائي. اهلا بيك يا ساره. اهلا يا مياده. اهلا بيك يا ندى. اهلا بيك يا اهلا بيك يا مياده. هنرجع لموضوع الحلقه، والنهارده موضوع الحلقه عن الموضه والفاشون. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الموضه اخر السنوات الاخيره المسيطر عليها اللي هو الموضه التسعينات والثمانينات اللي رجعت تسيطر بقوه في عالم الموضه. وفي اخر السنين الاخيره بدات ان هي تظهر الالوان الصارخه اللي هي زي الاخضر او الاصفر، والنهارده اللي هنتكلم عليه زي اللون الاصفر او الاخضر. النهارده نشوف فعلا يا مياده رجعت تاني الموضه بتاعه الثمانينات والتسعينات. ابتدينا نشوف تاني شارلستون، ابتدينا نشوف البلوزات الكمام فيها الواسعه، ابتدينا نشوف الدريسز تاني، ابتدينا نشوف شويه الجزم اللي فيها شويه كعب البنات ابتدت تخرج بيها وترجع. يا ندى كمان ابتدينا نشوف ان الدريس بقى شويه نازل على البيت على البيتش، بقى موجود في خروجات البنات كتير بالنهار، الجماعات بيلبسوه. فعلاً 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 يا سارة. وبدأت إن هو كمان بيوت الأزياء العالمية في الفترة الأخيرة أو السنة دي تحديداً اللي هي بتنتج اللون الأخضر والأصفر عشان كمان يعني تقلل من حدة الخوف والتوتر عندنا اللي حصل طبعاً بسبب أزمة الكورونا واللي حصل من الكوارث الطبيعية اللي حصلت يعني الفترة الأخيرة. في الفترة الألوان الألوان يا لوسي، الألوان اللي هي الصارخة ابتدت تطلع تاني تخطف تسيطر عيون الموضة. تسيطر تاني على جو الموضة من جديد يعني. بالظبط، تخطف عيون الناس، ابتدت تبقى الأحمر البينك الأورنج الأخضر، الألوان دي بقت موضة قوي، الأبيض والأسود ألوان محايدة على طول معانا. مش ما بقتش الترند، لكن الترند بعد الكورونا علشان تخطف الناس تسحبهم بره الاجواء السخيفه اللي كنا كان اللون فيها. اللون الاحمر والبرتقالي اللي هو الالوان الشائعه قوي اللي هي الصارخه. فعلا ده اللي حصل فعلا الفتره دي. عايزين بس نشوف الصور كده نعلق عليها عشان نوريكم شويه من الموديلات اللي طالعه السنه دي. اللون اللي معانا على الشاشه ده اللي هو اللون النيون الاصفر، وده طبعا اللي يعني السنوات الاخيره بدا اللي هو يظهر الالوان دي. في ناس طبعا ما بتحبهاش، بس يعني تحاول تحبها عشان هي تقريبا مسيطره معانا على الموسم اللي جاي كمان. يعني كانت لابساها دوا ليبا زي ما احنا شايفين في الصوره. بالظبط الالوان دي اللون ده طالع معانا بعد كده، يعني لابساه على بنطلون جينز اسود. لا الموضه دي كويسه جدا يعني. ودي من الالوان المميزه في 2020 برضه. فعلا فعلا من الالوان الصارخه جدا في 2020 يعني. هي والاورنج وفي ناس كتير ما بتحبهاش يعني كتير يعني في ناس فعلا ما بتحبهاش كتير يعني. اوكي تمام. دي الشوز المربعه من قدام، يعني دي اللي دي بقى اخر دي اخر صيحه واخر حاجه غريبه فعلا نزلت في بيوت الازياء. لا بس هي ما هي معموله برضو السبب انتشرت يعني. فتره اساسا معموله الاخيره دي لسبب معين يعني. رجعت تاني ورجعت موضه تاني في 2000. معموله ان هي عشان تريح بس يعني صوابع الرجلين من قدام، فهم عاملينها يعني مربع شويه. ممكن ناخدها ان هي طالعه عشان الكورونا والتباعد الاجتماعي. هي دخلت عشان الكورونا والتباعد الاجتماعي. يعني في طبعا حاجات في 2020 الموضه بتاعتها اختفت خالص، زي اللي هي الشوز اللي هي ببوش شويه من قدام، زي برضو الصوره دي مش شايفاها قوي. هي الشوز اللي بتبوظ من قدام والنضاره الصغيره. فعلا والنضاره النضاره كمان الصغيره يعني الجديده السنه دي. النضارات الكبيره بقت موضه اصلا، دي اللي هي السنيكر الكبيره او الحذاء الرياضي الكبير ما بقاش خلاص موضه معانا 2020. والنضارات كمان الصغيره جدا بقت النضارات اللي هي الكبيره بقى اكتر الفتره دي هي الموضه الفتره دي. دي بقى السلاسل بتاعه النضارات كانت اصلا في التسعينات وابتدت ترجع يعني طالعه موضه السنه دي، اللي هي بقى الخرز ده، وطالعه موضه كانت طالعاها من قدام كشكل سلسله
وان انت تحطيها الورق يعني براحتك، انت يعني تلبسيها على كاجوال، تلبسيها على كلاسيك براحتك. انت انا لو لبستي نظاره هتلبسي السلسله بتاعتها كده؟ اه عايزه. اه هي دي الموضه. انا عايزه، كنت عايزه اعمل كده من فتره برضه. هنا الالوان اللي هي يعني الجامده قوي عادي تعملي فيها تكنيك كلر، بيبقى حلو قوي السنه دي، بيبقى كله كده هو عدم تناسق الالوان. اه لا بيديكي، بيديكي حاجه كويسه جدا يعني، اللي هو التكني مع الالوان الجامده بيبقى تحفه بس قوي. بس دي الوان ما تتلبس في الجامعه بالنهار. اه هي اكيد يعني، بس هو بيلبسها لا يعني في الفاشن شو. دي طبعا الجميله ياسمين صبري طبعا. اه يعني الدريس بتاعها كان طالع لابسه دريس اللي هو طبعا كان اخر ترند طلع اخضر مع ابيض، فطبعا اللون الاخضر ده هو الموضه السنه دي، فهي مش حابه تلبس اخضر قوي، فطبعا عملت التكني ده شكله تحفه وجميل. ده طبعا الدريس الابيض طبعا ده طالع موضه، طبعا اي لون فاتح السنه دي هو يعني لازم ناخد ان هو طالع موضه، اي حاجه فاتحه. هي لابساها مع اكسسوارز جولد طبعا، دي الموضه السنه دي، والمنفوش يعني والواسع اكتر، الكم الواسع. الكم الواسع ده طبعا الجام سوت طبعا بالواناته المختلفه، وطالع اسهل واحلى حاجه دلوقتي البنات بقت بتلبسها. جام سوت مناسبات الجامعه، مناسبات الجامعه، خروجه بالليل، سهره، الجام سوت بقى فيه اللي هي يعتبر مناسبه لكل مناسبه، فاهماني؟ اه بقت مناسبه فعلا لكل مناسبه. الجامعات بالنهار بقت سهله خفيفه في اللبس، شكلها شيك شويه، طالع منها الجينز شويه، طالع منها الماتيريال القماش العاديه، والالوان بتبقى جميله قوي. هي الوان 2020 دي جميله، فحلو قوي مع الجيم سوت بالظبط. لا وكمان اللي طلعت على الشاشه دي ده نوع معين من الجيم سوت، بتبقى مزيج من قماشين فبيبقى شكلها حلو كمان، هو بشكلها عصري اللي هو ما يخليكيش تملي يعني، بيخليها اللي هو الشكل الايه، الشكل الحلو يعني، اللي هو ما يخليكيش، اللي ما يخليكش تملي يعني. جديده شكل جديد، مدخلين كذا قماشه في بعض، قماشتين، وفي منها اللي نازل منها كمان ثلاثه، في منها للمحجبات لطيفه للمحجبه شويه، مش أسوأ حاجه. في منها اللي هي الكاتو بنص كم وبتبقى شيك قوي. اه بتبقى شيك ولطيفه. الجينز بتاعها تحفه للبنات بالنهار، بتاعت السهرات بقى يا جماعه دي حاجه حاجه ثانيه يعني. لوسي لو انت عندك مناسبه تلبسي اكيد جامب، اكيد جامب بقت اسهل حاجه اصلا بقت اخف على هيلز ماشي، على كوتشي بالنهار ماشي، على البدر على البحر بقت زي الفل. هي مناسبه يعني اللي هو ايه يعني، مناسبه للسهرات يعني. هي اخر فتره اصلا جامب سوت طالعه اللي هي فيها ستراس واللي هي التلمع شويه دي، على هيلز بقى في خطوبتك، خطوبه صاحبتك، اي كان تتلبس في اي حد. لا المشكله كمان ان يعني كل الموضه بتاع كل اللي بتيجي كل سنه بنشوفها احنا غريبه، بس هي العكس يعني، هي بتبقى بتخليكي اللي هو انت مش تقليديه، بتخليكي مفيش ملل شويه يعني، يبقى في شكل جديد بتلبسيه، حتى لو شكل يعني اللي هو لون موفز يعني، لون زي الاصفر زي الاخضر زي النيون اللي احنا شفناه دلوقتي يعني، هو الوان صعبه، لكن انت برده بتضطري انك تلبسيها او تغيري من شكلك عشان يبقى شكلك جديد يعني. برده في الشوزات طالعه الشوز المربعه من قدام، برده في شكل الشنط طالعه يعني، الموضه السنه دي الشنط الواسعه جدا يعني، كنا بنلبس الميكرو الصغيره جدا، لا بقيت الكبيره الواسعه اللي هي يعني الكبيره جدا مش الكبيره بس. فطبعا انت بتضطري ان انت تغيري من شكلك، دي حاجه طبيعيه بتحصل يعني، يعني كل سنه يعني، فحاولي تغيري يعني، ما تشوفيش حاجه ان هي شكلها مبزع. احنا دايما بنتبع الموضه بالظبط، دايما بنتبع الموضه حتى لو هي يعني هتتعارض مع التقاليد والعادات بتاعتنا يعني. دي حقيقه يعني. كمان طالعه الفتره دي السليبر طالعه موضه رهيبه، السليبرز كلها بقت بتتلبس في كل الاماكن، في المناسبات وفي الجامعه بقى، كل حاجه في الجامعات السليبر دي بتبقى حلوه قوي، وعلى البحر بالظبط، وعلى البحر بقت فظيعه، بقت في اي حته، وهي فعلا فعلا اسهل نروح حاجه. نروح بقى الافراح بقى. هو ده فعلا الفاضل بالظبط، نروح بقى الافراح. وبدات كمان ان البيوت الازياء العالميه زي براندات كتيره جدا بدات ان هي تطلع لنا السليبر شكله حلو، لونه حلو، الماتيريال بتاعته حلوه، او يعني اللي هو مريح معاكي، يريحك، مش اللي هو يكون في حاجه مضايقاكي يعني. بس بقى غالي، لا مريح بقى غالي جدا، دي حقيقه. هو لا هي كان الاسعار فعلا زي ما انت قلتي بتلبسيها في كل الاوقات، اللي هو راحه مناسبه، راحه الصبح الجامعه، راحه النادي، راحه الشغل، تقدري تلبسيها في كل حته. بس فعلا في براندات خلت اسعار السليبر غاليه، غاليه جدا فعلا قوي، في كمان بطريقه مبالغ فيها، وبالذات كمان البنات دلوقتي بقت اي حاجه موضه بيجروا بيتجننوا عليها.
البنات بقت من غير تفكير من غير تفكير، هم بيجروا على اي حاجه جديده من غير ما يفكروا. بالظبط، وانا واحده منهم حاجه جديده من غير ما افكر على طول. ايه ده، انت زي القمر وشيك على طول. ميرسي. هو السليبر يعني على الموضوع السليبر، الفساتين الواسعه كمان دي اللي نازله موضه، اللي هي الواسعه جدا، والكم الواسع يعني ده تحفه قوي، الكم الواسع يعني اي حاجه واسعه تقريبا هي موضه السنه دي، اي حاجه كبيره حتى في البلانتيل بوي فريند مانفيت الحاجات دي كلها السكيني خلاص بقت حاجه قديمه جدا. والمشكله كمان ان الهدوم ده بتقدم، اللي هو مش عارفين يعني هنعمل فيها ايه. بس طبعا نصيحه لكل بنت النهارده، ان اي يعني اي بنت شايفه ان ده يعني هدومها قدمت عشان ما بقتش موضه، لا يعني هترجع تاني عادي، هترجع تاني هي فعلا هترجع تاني، فبلاش خساره الفلوس دي، بلاش خالص، يا اما تتبرعي بيهم ممكن تعملي خير بقى، بلاش خساره الفلوس خالص، لا هي هترجع تاني الموضه في سنه من السنين، زي برده موضه التسعينات اللي حصل فيها، هترجع الفتره الاخيره والسبعينات كلها رجعت. السنين دي رجعت من الوان، من ديزاينات، من كل حاجه رجعت فعلا يعني بشكل مخيف يعني خالص. يعني بفكر ان هو ممكن يعني مثلا في الايام الجايه اللي هي نلبس دريسات تاني زي ايام التسعينات كده، يعني وتنزل بيها زي ما جدتي كانت بتقولي برضه، ان هما بيلبسوا قوي والجيب والميكروجيب والحاجات دي، والاشربات بتاعت ماما مثلا زمان بقت تلبس سكارف. سكارف لا يعني بجد يعني حاجه هتبقى تحفه قوي لو الحاجه دي رجعت تاني. لو نزلنا بقى الجيب او الجيب والحاجات دي كلها، لا الجيب والميكروجيب والحاجات دي ترجع تاني زي ما شفنا تشارلستون بالكمام الواسع بالحاجات دي، دلوقتي بقت ابتدت الكم الواسع اصلا اكتسح خالص في 2020، الكم الواسع بالظبط. هو احنا فعلا شفنا الفتره اللي فاتت دي اي حد عنده مناسبه شويه محتاج لبس سيبي فورمال، بلوزه كم واسع على بنطلون تشارلستون والهيلز والهيلز بس وخلاص. تقريبا كل ما الموضه بترجع كل ما بتسهل علينا حاجات كتير، اللي هو انا هلبس الوان كتير على بعض، يعني حتى لو مش عندي شوز نفس اللون بتاع الشنطه بتاعتي عادي باخد اي لون عادي، لان خلاص أيوة. هي الموضه بقت كده يعني كلر واي لبس بيتلبس على بعض، الموضه بقت كده. والجميل كمان النور اللون الذهبي طلع موضه السنه دي يعني في 2020. زمان جدا كنا دايما بنحب الفضه، يعني عايزين لون السيلفر اكتر، الجولد بقى بوم السنه دي، هو بقى اللون المفرقع فعلا. يعني السنه دي اللي عنده حاجه جولد كده او اكسسوارز جولد بقى هو يعني هو جدا خلاص كده صاحب الموضه السنه دي. لا فعلا يعني نقدر نقول دلوقتي ان في الشتاء في 2020 الوان الفاتحه كلها، نلبس الالوان الفاتحه، الالوان الفاتحه والالوان المفرقعه كمان. ممكن نعمل نبدا بقى اللي هو ايه الميكس ما بين الالوان شويه، يعني اللي ممكن الشتاء ما بيحبش الالوان المفرقعه، فنعمل ميكس ما بين الالوان الدافيه زي مثلا ما بيحبوش مثلا اللون الاخضر الصريح او اللون الاصفر او النيون، فبيدخلوهم في ميكس او تكني كولر حلو قوي كله مع بعض بالزبط. نقدر احنا نلبسه يعني الوان الخريف والشتاء السنه دي تجنن الالوان الدافيه كلها، الزيتي البني الاحمر البرتقالي الدافي، يعني اللي هو شويه اورنج احمر اللي هو دارك اورنج اللي هي بدرجاته، يعني الاورنج بالدرجات بتاعته كل لون ودرجاته بالظبط، والاحمر بدرجاته وبالنبيتي، الحاجات دي بتبقى الوان دافيه وتحفه في الشتاء. طبيعي احنا الالوان المحايده معانا اللي هم الابيض والاسود دول ما بيقدموش وما بيتغيروش طبعا، يعني الوان رقيقه بسيطه محايده فعلا، يعني تقدري تنزلي بيها في اي وقت. غير كده كمان الالوان بتاعت الشتاء السنه دي فعلا تحسسك بالدفء، يعني تحسسك ان انت دافيانه وانت ماشيه في الشارع في عز التلج عادي جدا، لابسه بني نبيتي. وما اتكلمناش عن الجلد خالص، يعني الجلد اللي هو موجود طول عمره عمره ما بيقدم خالص يعني دايما بيبقى واخد الترند فعلا. الفكره السنه دي بقى ان الجلد نازل بالوانات مختلفه، يعني منزلين في بيوت الازياء العالميه اللي هو نزلك اللون البرتقاني، اللون البنفسجي الفاتح، الوان النيون في الجلد تحفه جدا. برضو نفس الحكايه الجيب الجينز القصيره رجعت، الجيب القصيره رجعت طلع برضو شميز كده تحفه جدا، اللي هو يعني نص اللي هو بنص شميز عادي كلاسيك نص كل البلوجر لابساه فاشن كلهم لابسينه ده جلد
لا ده الشميز عادي كلاسيك عادي. الجلد بنزل منه دايما اللي هو الدريسات قصيره جلد، يعني هو انا شفت كمان الكوت اللي نازل، الكوت الجديد اللي نازل الاسود زرايره على الجنب، يعني زرايره جايه كده على الجنب وجلد طويل كوت شكله شيك جدا، بس الوانه تحفه، نازل منه البني والنبيتي والاسود والجراي والاورنج، نازل منه الوان فعلا تحفه. تمام، وهو برضو نازل، يعني هو برضو راجع للون اللي هو اللون بتاع زمان قوي اللي هو اللون الرصاصي الفاتح اللي هو رجع من السبعينات والثمانينات، رجع السنه دي في الويست كود فعلا نازلين كلهم اللون اللي هو الرصاصي ده جدا بالظبط، يعني شكله برضو تحفه. احنا للاسف انا حاسه ان انا عايزه اكمل، يعني مش عارفه، يعني بيقولوا ان الحلقه خلصت، يعني كنت عايزين نكمل يعني بجد. نهايه حلقتنا احب اشكر زملائي ساره ومياده ولوسي، ويا رب نكون فدناكم باحدث صيحات الموضه في 2020، ونشوفكم في حلقه جديده.